17/12/2022 هو اليوم اللي عرفت اني بحياتي ما رح اصير ام. بعمر 36 بلشت افكر زي ما كلنا بنفكر، وحلمنا دائما انه نصير امهات، وهذا اشي بينخلق فينا بالفطرة. وما كنت عارفة اني رح ادخل على عيادة الدكتورة عشان اعمل تجميد بويضات، اني رح اطلع رح تنقل بحياتي. دخلت عيادة الدكتورة وكان القرار باستئصال الرحم والمبايض، لأنه اكتشفوا أنه عندي ورمين. بشارككم اليوم لأنه قراري ما كان سهل، وفكرة استئصال الرحم والمبايض هي مش سهلة على أي بنت، وخاصة بعمرنا. طلبي ورجائي لكم اليوم أنكم كلكم تفحصوا، لأنه الأورام سواء بالرحم أو المبايض كتير صعب إنهم يتشخصوا إلا إذا تم الفحص. إذا مش عم بتفكري عشانك، عشان أولادك، عشان اللي بحبوكي، وعشان اللي حواليكي. بحياتي ما راح أصير أم. دي كلمات الإعلامية الأردنية الجميلة، وأنا شايفها أخت، يعني بحسسها وهي بتتكلم كأن أختي اللي بتتكلم، راندا كاراتشيا. قالت هذه الكلمات طبعا بحسرة زي ما حضراتكم شايفين، هي طبعا بتحاول تحبس دموعها قدر ما تستطيع. مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن شهدت حملة كبيرة لدعم راندا بعد انتشار الفيديو، ووجه متابعوها رسائل لها مطالبينها بشدة العزيمة ومواصلة العلاج وتخطي المرض. معنا من عمان الإعلامية الأردنية راندا كاراتشي. مساء الخير يا راندا. دكتور معتز، شكرا على هالكلام الطيب، شكرا لكلامك وشكرا للمشهد. مساء الفل، شكرا. لا احنا جات لنا كده حالة ايه، زميلنا انمار هو اردني اصلا، لقيناه فجأة راح بعت لنا القصة دي. احكي لك انا الحتة من القصة من جانبنا، وقال قد ايه هو نفسه كان متعاطف جدا معاكي، وحس بانه يعني احنا طبعا مش عايزينك تعيطي تاني، بس احنا عايزينك تحسي بانك اللي قلتيه وصلنا بقوة، واحنا رجالة، يعني قصدي احنا الجروب بتاعنا كله رجالة، لكن كلنا حسينا بانك اختنا. مش هقول بتمر بمأزق، ده اكيد، لكن انت كمان بتحاولي انك تنصحينا. يعني انا فهمتك في الاخر خالص ان عندك من القوة النفسية والاخلاقية انك توجهي رسالة لكل البنات، خدوا بالكم لانه في علاج ممكن لو اكتشفنا بدري. اتفضلي راندا. يعني يا دكتور، انا اللي شعرته صراحة هو الموضوع لا يخص النساء فقط، وهو يخص الرجال، وتعاطف الرجال معي يمكن كان بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه حلم الأمومة يقابل حلم الأبوة، فالأب ليس مجرد من هذه المشاعر. ويمكن اليوم أنا عم بحكي عن هذا الوجع بالذات، ولكن من اللي قرأته ومن اللي شفته يمكن هو تحدي، وإحنا بدنا نوصل صوت بمساعدة أي شخص بأي مشكلة أو مأزق هو عم بمر فيه. يعني أي أحسن. إنسان عم بمر بتجربة، هو يعني كانت هي النقطة كأنها بصيص أمل بالنسبة لأي حد عم بعاني من أي مشكلة بغض النظر شو ما كانت. أنا اليوم عم بحكي عن قصة وقضية، ولكن هي كل الألام تشاركت اليوم بصوت واحد. تعرف دكتور، يمكن إحنا دائماً بنحكي إنه العالم قرية صغيرة، وإحنا كلنا بيتوحد صوتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا اليوم فعلاً شعرتها، وفعلاً شعرت إنه كل شخص في كل مكان، رجل، امرأة، شاب، صبية، بكل العالم توحد صوته من أجل موضوع كلام المواساة وكلام المساعدة وكلام التعاطف كان كبير. ساعدك يعني نفسيا، حسيتي جواكي انك اقوى بعد ما شفتي ردود افعال الناس؟ ده كلام كويس، او الحمد لله. يعني وسائل التقاطب الاجتماعي دي ترى عليها لازمه تانية غير ان احنا نقعد نشتم بعض. ما هي بتعرف دكتور، يمكن انا نشرت الفيديو وتركت التليفون وقلت خلص، لانه انت بتعرف كيف بنسمع احيانا يعني اشياء سلبيه،
ما أخذت إلا محبة، ما أخذت إلا الحمد لله. تعاطف، ما أخذت إلا قوة زادتني عزيمة وإصرار. بس اليوم اللي أنا بدي أحكيه ويمكن من خلالك إنه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لهدف أكبر، لهدف أسمى، وإحنا شفناه إنه ممكن الناس تكون فعلا محبة عبر موقع التواصل الاجتماعي. ممكن دائما نقرأ أشياء حلوة وأشياء هيك بتمدنا بالعزيمة إن شاء الله. طيب احنا عندنا ناس عايزة تبعت لك رسائل، تعالي نشوف هم عايزين يقول لك ايه. رندوشة بحبك كتير وفخورة فيك قد الدنيا، وين ما عم بروح من وقت ما نشرت الفيديو لهلأ، لأنه كل الناس بيعرفوا قد احنا صحبات، عم بيوصلوا لك سلامات وبوسات وتحية احترام لشجاعتك ولقوتك. وأنا اللي بدي أحكيه للناس بأنه رندا كراتشي مش بس لما صورت هذا الفيديو بشهر 3 أو لما نشرته كانت قوية وشجاعة وملهمة. رندا من أول يوم بالمستشفى إجا طبيب وقالها، وهو نفسه قلقان وخايف، قالها رندا ما تقلقي you should be fine. ورندا كراتشي جاوبت وقالت له دكتور I will be fine بابتسامة حقيقية مليانة إيمان ويقين بأنه القادم أجمل. دائما رندا صاحبة المواقف معنا كلنا، وبنعرف قديش رندا بتعمل على بث الإيجابية والفرح بيننا كلنا. رندا كراتشا ألف حمد لله على السلامة، والله يخلي لك أحبابك وأصدقائك دائما، والله يقويك دائما زي ما إحنا بنعرفك. أنا فخورة جدا أنه في صديقة بحياتي هالقد قريبة مني اسمها رندا كراتشا. هاي الصديقة هي مثال للقوة والإصرار والأمل. ما بتعرف شو يعني مستحيل، الابتسامة دائما مرسومة على وجهها. أنا مرات بقول كيف لساتها واقفة على رجليها، بتكون عندي مشكلة كتير تافهة بحكي معها بتهون علي وهي يمكن مشكلتها كتير أكبر. رندا كراتشي أنتي نور، أنتي ضو بحياتي، بتعرفي قدي بحبك، بتعرفي قديش الفيديو اللي نزلتي مؤخرا كان ملهم لعدد كبير جدا من السيدات. بحييكي على كل تفاصيلك. رندا كراتشي ألف الحمد لله على سلامتك، وأنتي دائما قوية وقد حالك، وشكرا لك لانك انت وصلتينا رساله مهمه. بس انا بدي احكي لك شغله، انه احنا كنا بنحبك وكنا اصحابك وكنا اهلك ودائما رح نكون بجنبك. انا بدي احكي لك ان شاء الله بنشوفك دائما بخير وصحه وسلامه. رندا كراتشي حبيبتي، رندوشتي، رندا مش مجرد زميله، رندا صديقه واخت عزيزه. كل حدا بيعرف رندا بيعرف قديش هي طاقه ايجابيه وفرفوشه وبتحب الحياه، واللي مرت فيه تجربه كتير صعبه، لكن الشخص اللي بيقدر ينشل حاله وبقوه يواجه حاله والمجتمع بهاي الرسالة القوية المؤثرة هو إنسان قوي للغاية. رندا أنت من أقوى النساء اللي أنا عرفتهم بحياتي، بحبك كتير. رندا بدي أوجه لك كلمة، أنت دايما امرأة قوية وعندك طاقة إيجابية، وكل ما تدخلي بمشكلة بتطلعي أقوى. الله يخلينا إياكي، وإن شاء الله حياتي كلها صحة وفرح وهنا. اليوم لأنك شجاعة ولأنك قوية قادرة انك توصلي رسالة كتير قوية، ومنسيتي دورك الاجتماعي، دورك الاعلامي، دورك كامرأة موجودة في هذا الوطن لحتى تقومي بدورك بالتوعية وبرفع التوعية ونشر التوعية لكل السيدات وكل العائلات. اول اشي الف حمد لله على سلامتك، والله يقويكي، واللي عملتيه اكيد ربنا راح يعوضك فيه خير. وقديش انتي باللي صار معك قديش راح يفيد ويساعد بنات كثير غيرك ما كانوا منتبهين لك موضوع، وانت ربنا بعوضك بالخير ان شاء الله. يا رندا والله بصي انا ما اعرفش يعني، بس واضح ان انت محبوبة جدا، قوية جدا، بتنشري طاقة خير، فالخير ده رجع لك. وانا مبسوط ان هم تفاعلوا معانا لما زميلي انمار اتصل بيهم وقال لهم وجهوا رساله لرندا، ومبسوط ان انت كمان تفاعلتي معاهم. انا حسيتك مش بتعيطي، انا حسيتك فرحانه. انا فاهم صح؟ تفاهم صح، هو شعور مختلط. انا معلش دكتور بس رح ابلش مع من عند زميلتي وحبيبتي واختي رهف صوالحه. رهف كانت من أحد أهم الأسباب اللي خلتني أنشر هذا الفيديو. أنا فرجيتها إياه قبل البث وحكت لي اتركيه، أنت رح يجي يوم رح تنشري هذا الفيديو.
نادية ورهف كانوا ماسكين إيدي وأنا داخل غرفة العمليات، فهم كانوا معي منذ البداية. وكل الأشخاص اللي كانوا موجودين بالفيديو هم أشخاص عاشوا معي كل يوم بيوم، وأعطوني نفس وأعطوني قوة. وأنا بدي أشكرك وأشكر أنمار على كل هالكلام اليوم. يعني أنا تفاجأت صراحة، صدمتوني، لكن أنا اللي بحكي لهم إياه بشكركم أنتوا على وجودكم بحياتي، وبشكركم دائماً على المحبة اللي بتعطوني إياها، وبشكرك أنت دكتور على الكلام الطيب اليوم. أنا يعني أنا إعلامية صح، بس لما الواحد ينحط بهيك موقف تعجز الكلمات عن وصف مشاعره. طب بصي بقى، قبل ما نمشي في عندنا حد تاني عنده رسالة خاصة ليك حطيناها لوحده كده، فاسمعي الرسالة دي كمان. الله أكبر. رندا حبيبتي، I love you so much and I'm very proud of you. مش لأنك بنتي، بس لأنك امرأة قوية جدا. قديش في ناس، قديش في حدا بيتحمل إنه يحكي عن تجربة قاسية وصعبة مثل هاي بس مشان يكون a good example لكل الناس. I love you حبيبتي، وبالصحة والعافية. دي مامتك بقى، احنا جبناها لك في الآخر وقلنا إيه تقول لك اللي عندها. انتوا ايه؟ امي اكثر شخص قوي بعرفه بحياتي. امي واجهت السرطان قبل 7 سنوات والحمد لله هي من الناجيات من السرطان. لكن انا ما بحياتي شفت امي مكسوره الا في اللحظه اللي عرفنا عن الوضع والحاله اللي انا فيها. فانا يمكن جزء من اني قويه ومسكت حالي وكنت ماشي في هذا الموضوع هو امي. بس اليوم دكتور، هو ماما بحبك يعني، وشكرا لكم جميعا. اليوم القضية مش أنا دكتور، واليوم أنا بدي أجرد نفسي من هذا الموضوع، ونتذكر كلنا مع بعض إنه كل شخص اليوم نحمل هاي رسالة موحدة، إنه ما حدا لحاله، وإذا حدا شارك وجعه أو ألمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن هاي الرسالة تريح ناس كثير. أنتوا اليوم كنتوا المواساة، كنتوا جنبي، وإن شاء الله أنا كنت أواسي وكن جنب وساعدت ناس كتير إنه يتخطوا ألام كثيرة. أنا لساتني في بداية الطريق دكتور، ولكن إن شاء الله بنفسكم ونفس كل هالناس الطيبة والجميلة نتخطى كل الأمور الصعبة. شكرا. شكرا ليك يا رندا. خليني أقولك حاجتين قبل ما أمشي. أولا أنا من النوع الحلوف، يعني نادرا ما بعيط، عارفة الفيرجن بتاعي نازل، في ناس يعني في فيرجنز نازلة تتفاعل وتعيط وكده، بس أنا من النوع عشان حد يعيطني ده ممكن يبذل مجهود، بس أنا فعلا دمعت بسببك أنت. يعني أنا مش اللي اتقال هو اللي خلاه، بس رد أفعالك إن خبال الناس مش واخدة بالها، أنا طول الوقت شايف رندا يعني. فأنا بنقول لك من الفيرجن بتاعي مش من النوع اللي بيستجيب بسهولة للدموع وكده، بس انا اتحسيت قد ايه انت صادقه في مشاعرك وقد ايه قويه كمان في مواجهه التحديات. تاني حاجه، انت بسببك انا واسامه رئيس تحرير هنضطر نعزم انمار وامين ومحمد الشباب، يعني انا اكلهم بقى اشوف مكدوسه والحاجات بتاعتكم دي، مكدوسه ومكبوسه، الحاجات اللي ما بفهمهاش دي لا اصلا ما بحبهاش، بس هنعمل ايه، هو اللي عمل الفكره دي كلها. فبنوجه الشكر انمار، انت بقى اشكري انمار كمان. وأنا بدي أشكر أنمار شكر خاص. أنا بعرف أنمار من الأردن، وهو فعلا شخص مجتهد وشخص دائما بحب شغله كتير. واليوم يعني أنت محظوظ فيه دكتور، أخذتوه منها، ولكن ما مطلع علينا طول الليل والنهار والله. لا، ولما كلكم بإذن الله تكونوا بالأردن أحلى عزيمة منسف عندنا دكتور، خلاص، ومع أنمار ومع الجميع. شكرا شكرا رندا. شكرا لكم. شكرا. أشكرك. كانت معنا من عمان رندا كراتشا. ربنا يا رب يوفقك ويقدر لك الخير، واللي جاي يكون أحسن، ويا رب يشفي كل مريض. وخلونا نحاول نكون ابتسامة على وجوه بعض، مش سهلة طول الوقت، بس نحاول يعني نقول إيه، في حديث بيقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة، في قول في الإنجيل بيقول لك أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل من يبغضونك. مش يعني مش عايزة أنا مش حصة الدين يعني، بس في حاجات إنسانية يعني. رندا وكل رندا، كل حد بيواجه موقف صعب بيبقى محتاج حد يقول له أنا حاسس بيك، أنا شاعر باللي أنت فيه، ربنا يوفقك، إن شاء الله هتبقى أحسن، بإذن الله بكرة أفضل. هو نوز، محدش عارف بكرة فيه إيه، ما هو أنت يعني هي رندا قبل ما عرفت بمشكلتها بساعة ما كانت كويسة، فهو نوز بعد الساعة فيه، الله أعلم.